ورجعنا لكم بفيديو جديد اللي هو شوربة العدس. أول شيء شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير. اليوم بنسوي لكم شوربة العدس اللي هي حلوة جدا في رمضان، وأيضا مناسبة لأيام البرد، وكل سنة تقدروا تعملوها. طبعا أول شيء ننقع العدس في الماء، هنا نستخدم 1.5 كوب. تقدروا تستخدموا الكمية اللي تحبوها، بس أنا هنا استخدم كمية كبيرة شوية. ومعانا هنا واحدة بصلة، بنقطعها إلى قطع صغيرة. طبعا نحاول نخلي قطع البصل مفرومة ناعمة، بحيث إن ما تكونش موجودة في كتاف الأكل وتنطبخ معانا بسهولة. ومعانا أيضا حبة بطاط، طبعا بنفس الطريقة بنقطع البطاط إلى قطع صغيرة مكعبات. وأيضا عندنا فصين من الثوم، نحط البصل والبطاط والثوم في الدست الضغط أو القدر الضغط. ومعنا 1.5 حب من الطماطم، أيضا نقطعها إلى مكعبات صغيرة. نضيف في حدود 2 ملاعق كبيرة من الزيت للبصل والبطاط والثومة، ونحمسهم شوية، نجلس نقلب على نار متوسطة. وأيضا علشان النكهة الحلوة نقدر نضيف السمنة البلدي اللي تقدر تشوفوها بواحد من الفيديوهات السابقة اللي سويتها. طبعا السمنة تعطي نكهة حلوة جدا للشوربة ولأي شيء. تلاحظ انه البصل بدأ يذبل وانه البطاط بدأ ينضج كمان شوية، ونجلس نحرك معانا.
وبعدين نضيف الطماطم ونستمر بالتقليب، نقلب نقلب حتى تضغطوا زر اللايك. نضيف معنا هنا اللي هو ورق غار، ليمون مجفف او لومي، وهيل، و اللي هي عيش اللي هي عود قرفة. نضيف ايضا بهارات مشكرة حسب الرغبة، هذه بهارات مشكرة اللي هي عبارة عن كمون وفلفل اسود وكاري وكبزرة، وايضا نضيف اللي هو الكركم او الحرد. ونستمر نقلب لما يبدأ يذوب الطماط معانا، وبتشوف كده تطلع ريحة حلوة جدا. نضيف أيضا كبزرة مفرومة ومقطعة قطع صغيرة، نضيف أيضا مكعبين من مرقة ماجي. هذا الأول والثاني بيلحق أخوه. ونضيف ملح، طبعا لا تضيفوش ملح كثير لأنه مرق الماجي هو مالح كمان. وبعدين نقدر نتعامل من بعد ما تنضج الشوربة ونشوف كيف، هل يحتاج ملح أقل أكثر أو لا. ونستمر نحرك. نضيف العدس اللي كان منقوع وغسلته طب قريبا مرتين او ثلاثة. نحركه كده شوية ونجهز معانا ماء مغلي علشان نضيفه للشوربة. طبعا هنا أنا أضفت 4 أكواب ونصف، يعني تقريبا 3 أضعاف كمية العدس، وتقدر تضيف حتى 5 أكواب، أهم شي مش أقل عشان ما تحرقش الشوربة معانا. نعطيها كده تحريكة شوية قبل ما نقفل الدست الطاقات. ولا تنسوا تحطوا الصفارة حق درس الطاقات، تأكد انها تمام. واول ما يبدأ يصفر معانا درس الطاقات نحسب له 30 دقيقة على نار متوسطة، وبعدين نطفيه ونخلي شوية قبل ما نفتح الدرس.
طبعا نفتح الشوربة نشوفها. طبعا الشوربة هنا نشفت معي شوية، وبضيف لها ماء مغلي. شوفوا إنها قوامها سميك شوية، لذلك بضيف لها الماء. أعطيها كده تحريكة بسيطة. وكده تكون الشوربة جاهزة للتقديم. بالعافية عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة والمشاركة. نشتي نوصل 2000 مشترك في القناة إن شاء الله. ومبارك عليكم الشهر إن شاء الله، ونراكم في طبخة جديدة. وأي شيء تحبوه لا تنسوه، ولا تنسوا أهم شيء الليمون للشوربة. وإلى اللقاء.